عدت بالرغم ذبلة خضار وكل شخر ربت مو بس سمار المنها تعلمت كل ما ردت شي أبعد القلب عن لحظة قراري ترى ما الهداع احترق الإنسان ما يطفيني يتدفع لناري راجع مثل الأول أضحك هواي وقلب ما بي بشر صاير شعاري ومهمل صاير وما فكر بشي أنا اش حصلت من شمت أداري أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل نطل عليكم اليوم بصورة جنوبية بهية جدا الشاعر البصري المبدع والحبيب حازم المشرف الله يخليك ويعزك والأكبر الله يحفظك شكرا لك لهاي الدعوة وأنا جدا سعيد بتواجدي وياك ببرنامج الله يسعدك الله يخليك والله احنا سعيدين جدا فدوى العين شنو اخبارك شنو هاي الوسامة من عندك هذا الشمال والدشداش الله يعزك يا حبيبي فدوى العينك والأكبر انت ما مخلينا شيء جمالك لا والله طاغي شكرا لهاي المجاملة لا بالعكس حقيقة حقيقة الله يخليك شلون هالبصرة والله البصرة بخير نعمة الشعر الشعر جميل جدا شوية نسولف عن حازم المشرفاوي أكو اختفاء الحازم المشرفاوي من بعد وهج كبير نعم صحيح كان وهج أبو الأكبر نوبة أكو اختفاء أنا مهمل يعني أنا من الناس المهملين جيد وبرغم أنه أكو ظروف تصير عند الإنسان صارت عندي ظروف بس إن شاء الله يعني راجع وأكو فضل الشخص اللي هو جنابك لا العفو الله يجزاك الفضل لا العفو وإن شاء الله راجع عند الوسط يعني نقدر نعتبره وعدت وعد بالناس أكيد أكيد إن شاء الله جيد جيد حازم المشرفاوي نبدي هيك أسئلة بسيطة خلينا نتفق أول مرة على أنه نكون صريحين وكأنما مو قدام الكاميرا كلش صريحين يكون يعني. ها متفقين كلش متفقين جيد عندك أطباع سلبية أطباع سلبية أنت تحسها سلبية هي من وجهة نظرك والله أبو الأكبر يعني مرات التواضع يعني من تكون متواضع أزيد من اللازم تنداس الله فلذلك هذا الطبع يعني أنا جاي أحاول تحسه سلبي هذا الطبع نعم سلبي الله الله ولذلك بعد منا وهيج اتبدلت أطباعي أها بعد منا وهيج تبدلت أطباعي ما جامل بعد وقعد ويا الراحي الله الله بعد منا وهيج تبدلت أطباعي اتبدلت أطباعي ما جامل بعد وقعد ويا الراحي خلا نغر بعد وقت التواضع راح الفلح شي ما ينتهم خربوا قاعي هلا وعيني وأغاتي وخادم وممنون هذن للمال داعي ما لهن داعي الله 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 هلا هلا وعيني وأغاتي وخادم وممنون هذن للمال داعي ما لهن داعي صرت خبرة بكثر ما سافر ويا الناس وعرف الكملة من النقص متاعي كثر ما مارة كثر ما مارة وجوه الرسايل بيه ظل بمحتواهم يعرف الساعي الله الله عليك وعزك الله يحفظك الله الله الله, 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 الله يعني مشكلة من يصير يعني أحيانا يصير الأشياء اللي تحسها إيجابية المفروض الناس تقدرها هي تكون سلبية نعم مشكلة نعم ها نعم مو كل إنسان يفتهمها مثل ما أنت رايد نعم 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 حازم سولف لي عن شلون راح نبدي القصيدة الأولى أنا ما أريد أسأل عن القصيدة الأولى أبديها مثل ما أنت تحب أبو الأكبر رغم أنه مرات يصير أكو فراق وأكو بعد لكن الأمل موجود نتمنى يرجعون نتمنى أكيد نتمنى يرجعون فبعدني بعدني أتأمل وما قاطع الظن رغم يمشي العمر والكبر ما أخذني الله. قلبي وعقلي عركة وما جمعهن رأي وحرت ما بين أريده وما أريده الله 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 ما نرهم سوى بعدنا تأمل بعدنا تأمل ما قاطع الظن رغم يمشي العمر والكبر ما أخذنا قلبي وعقلي عركة وما جمعهن رأي وحرت ما بين أريده وما أريدن ما نرهم سوى
بس أنا متمنيك ثمل ويطالب بجنة. الله ما نرهم سوى بس أنا متمنيك ثمل ثمل ويطالب بجنة. من باب الصدف جنحين صرنا بطير يصفوا وأنا رف وما توالم. الله كاتلني العطش وادرب جنابك ماي بس ماي القصص ما ينشرب منه. نعم كاتلني العطش وادرب جنابك ماي بس ماي القصص ما ينشرب منه. ما عنده اشتريك وما قبلت تنباع وما ريدك بلاش وتنحسب مني. الله يعزك يا حبيبي. ما عنده اشتريك وما قبلت تنباع وما ريدك بلاش وتنحسب مني. كون اركض واتعب واعطش واحتار واحزن واكتئب والقاك وتهني. ما ريدك ببلاش ما ريدك بلاش وتنحسب مني. كون اركض واتعب واعطش واحتار واحزن واكتئب والقاك وتهني. قالوا مو ثمره قالوا مو ثمره شلعها ما يدرون قيمتها بورقه شجره الحنة. الله شسوا بالثمره قالوا مو ثمره شلعها ما يدرون قيمتها بورقها شجره الحنة. من سئله وتريده جاوبتهم لا بس هي الحقيقه بداخلي اتمنى. الله المكابر خنعوف المكابر لان ترسنا شيب كافي من البعد خلينا ندنه. هسه الشيب سهله شوي صبغ ويضيع سواد الحدر عيني شلون اضيع. الله سلامتك بالاكبر. الله يعزك يا حبيبي كبيره هاي القصيده. الله يخليك ويعزك انت الكبير. والله سولفتني فدوى لعينك. كافي من كافي من المكابر مو خذانا الشيب خنعوف المكابر مو خذانا الشيب. هسه الشيب سهله شوي صبغ ويضيع سواد الحدر عيني شلون اضيع عنه. بالاكبر مرات الوجع بالداخل ما يحس به الا راعيه. اي طبعا لا يؤلم الجرح الا من به الالم. نعم نعم انتم من الناس اللي يتندمون. ابو الاكبر خلها سكته وبعد شي يفيد الندم. ها خلها سكته وبعد شي يفيد الندم. الورد لو غاض الندم ما يسوى شم. ما تفض بمباوس ولا باعتذار لو طلع بالعركه دم. لا صح كل من يروح بطريقه كل من يروح ويصنفه. البعيدين انتو سيروا على الحصاير وانا سير على العلم. الدوس نعم انتو سيروا على الحصاير وانا سير على العلم. وانا عاذركم اذا تردوني روح لحد ما يطلع الضيف الخوف بعيون الغنم. الله الله يعزك فدوى لعينك يا حبيبي. وانا عاذركم وانا عاذركم اذا تردوني روح لحد ما يطلع الضيف الخوف بعيون الغنم. الندم احيانا ما يفيد. الشغله صارت. نعم نعم الله 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 الله. حازم ابو سيف اريد اسالك سؤال واريد اخذ رايك به قبل الاجابه. طيب هل هو صح او خطا؟ يقول بعض الديون لا ترد. الله اكو هيج ديون لو ماكو؟ نعم اكيد اكو هيج ديون اكيد مر بهيجي؟ نعم يعني ابو الاكبر من اللي مداينك وما ردينا؟ امي. الله امي يعني ابو الاكبر انا اشوف الام على مود ابنها شنو بالكون تسوي الخاطره على مود هو يكون سعيد على مود هو يكون مرتاح ناجح بالمسيره الدنيويه. يعني ابو الاكبر انا شويه امي ابو الاكبر امي نتعارك وازعل لكن العركه على مودي. امي نتعارك وازعل وياها. انا وياها امي نتعارك وازعل لكن العركه على مودي. امي ما ظن عندها انسان بغلاتي. امي من قد ما حنينه تشيل عني كل ذنب صار بحياتي. وصلت المرحله بيها كنت قاطعها الصلاه وهي تقضي لي صلاتي. الله اكبر. امي شيخي وتاج راسي. الله يعزك والله تستاهل. أمي من قد ما حنينة تشيل عني كل ذنب صار بحياتي. وصلت المرحلة بيها كنت قاطعها الصلاة وهي تقضي لي صلاتي. أمي شيخي وتاج راسي وأنا خادمها الصغير وشوفها منزعل تجيني وهي تاخذ من رضاتي.
أمي بس هي الوحيدة اللي تستحق كلمة أغاتي. بالله صح، أمي بس هي الوحيدة اللي تستحق كلمة أغاتي. أمي أمسي وأمي يومي وأمي باكر، أمي دنياي وقدرها، أمي رزقي ويكسر الخاطر ترى اللي ينوخذ رزقه، ربي طول لي بعمرها. الله، أمي أمسي، أمي أمسي وأمي يومي وأمي باكر، أمي دنياي وقدرها، أمي دنياي وقدرها، أمي رزقي ويكسر الخاطر ترى اللي ينوخذ رزقه، ربي طول لي بعمرها. عمت عيني هواي تعبانة على مودي، عمت عيني هواي تعبانة على مودي، والسهر ضعف نظرها صغيرة، بس من كثر ما شالت هموم تشوفها محد الظهر. الله أكبر. أبو الأكبر أمي أمي وأم جهالي، أمي أمي وأم جهالي، وكان فرهدنا الوقت لو ما كتر، مداريتني مدللتني مكبرتني، والله ساترنا بستر. الله الله يسلمك ويعزك، إلهي يحفظ جميع الأمهات ويرحم. أمين يا رب. الله يخليك ويعزك. أمين يا رب العالمين. صدمتني القصيدة. فدول فاصل. فدول عينك. الله يخليك يا حبيبي. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم مع الممتع حازم المشرف. فدول عينك يا حبيبي. شخبارك؟ والله بخير بشوفتك. الله يخليك. الله يعزك يا حبيبي. شلون هالبرامج الشعرية؟ جيدة؟ جاي تقدم؟ جيدة جدا. يعني هواي. شنو رأيك بالناس اللي يقولون أكو ظلم إعلامي؟ لا. ظلم إعلامي اليوم أنا واحد من الناس، أسولف لك عن نفسي، أنا مثلاً ظالم نفسي، أنا ما متواصل، إذا أنا ما متواصل وما مطلع نتاجي مقدم البرامج يعني شو وين يبحث علي حتى يلقاني مثلاً ويرجعني للبرنامج، فأنا يعني كلام منطقي. إيه حقيقة هاي أقول لك برضه. نعم. يعني دائماً مرات إحنا نخلي الصوت ما نخليه بينا، نخليه بالمقابل. لا هي حقيقة، أنت خو أنت إذا أنت شنت مهمل قول أنا مهمل. اي تصالح ويا ذاتك. ويا ذاتك. نعم صح صح. انت عصبي بصراحه. عشت ايدك انت ايش تقول؟ لا انا هسه رجال باعتبار كني ما اعرفك، باعتبار الرجال مقدم. والله انا ابو الاكبر حقيقه انا بريء، بس يقولون علي يعني هي ماخوذ علي. يعني ماخوذ علي انه انا عصبي، بس انا كلش هادي. اي انت مو عصبي كلش. لا لا انت مو عصبي كلش، عصبي. سامح ابو الاكبر، انا بطبعي متسامح يعني اسامح، بس اكو اشياء ابو الاكبر يعني مو بيدك، مثلا هي انكسار قلبك، حتى اذا انت قلبك ما يقبل فاكو اشياء ما تقدر يعني. الموضوع يعني مختص بمشاعر. نعم يعني ابو الاكبر، ما اسامح مو عناد، انا من ما اسامح مو عناد، ما اسامح مو عناد، لكن من نرض المقابل راح أزل. الشغلة مو شغلة خواطر، المسألة يم العقل، ما من الممكن أوافق على التراجي تصير بمكان الحجل. والله صحيح. الله يعزك، جواب منطقي. والأكبر يعني قلت لك يا مسألة مو لك، أكو عدل بالموضوع. أنت ليش تظلم ذاتك؟ ذاتك ذاتك ليش تظلمها؟ طيح وطيح وطيح وطيح. الله الله يخليك. انت يا مواليد يعني ضروري؟ مو ضروري، براحتك، بس بيني وبينك بصراحة أحس أكو أشياء تمر بالإنسان تكبره قبل وقته. هو أكيد بالأكبر، يعني أنا من أهم الأشياء مثلا هي الفراق، وخاصة إذا كان الفراق أحيانا يكون فجأة، فما متوقع يعني بدون سابق أوان. نعم نعم. بالليل وياك الصبح الصبح ما موجودين، ما موجود يمك، فما متوقع بهالسرعة تمشون، ما متوقع بهالسرعة تمشون، وما ظن هوي عوض من تشحون. يا أهل الورد مو ذبل وردكم، وصلت الحالة من قد ما أحبكم، أنا استغفر لكم من تذنبكم. الله. بصوركم قلبت بس خربتهم،
أبكي بلا شعور ونقعت. نعم. مزاجي وغيركم ما أعرف عاشر، وانتم موطني لو ردت أسافر. الله. وعرفت خلافكم كل اللي ينعون. الله. ما متوقع بهالسرعة تمشون. الله يعزك يا حبيبي. الله. يعني وصلت الحالة من قد ما أحبكم. أنا أستغفر لكم من تذنبون. عادك يحسون ما يحسون تحبهم؟ والأكبر يعني بصراحة تحبهم؟ أكيد أكيد. اللي يقول أحب بهذا العمر عيب؟ لا، الحب ما له علاقة بالعمر. لا والله أبد نهائياً. يكبر ويصير عمره 80 وهو روحه خضرة تشوفه، ما له علاقة. لا، الحب موضوعه يختلف ما نهائياً، مو يهم العمر. لا والله والله بعدين احنا صغار بعدين. خير نعم الله عليك. هي لا شفت بعدك والله يطول بعمرك. الله يعزك ويخليك. جزاك الله خير. فدول عنك يا روحي، فدول عنك. اي والله يا بتر هذا راي حازم حلو. او حوك ورايك هو استحق ولا خلال هاي الفتره اللي انت بيها حاليا؟ نعم. اتخيل عندك مصباح سحري، هو موضوع افتراضي. طيب. وطلع لك شباك لباك اتمنى حازم. امنيتي كون ارجع طفل. هاي امنيتك؟ امنيتي نعم. امنيتي كون ارجع طفل، خاطر الناس تحبني. ابو الاكبر مليت من هذا الوضع، دور الاحب تعبني. بالله صحيح. امنيتي كون ارجع طفل، خاطر الناس تحبني. تحبني مليت من هذا الوضع، دور الأحب تعبني. شندو بغار وأنجرح واهتم وراضي ليزعل، العمر ما يسمح بعد مو مال روح أتوسل. خلي يجف خدي من الدمع، كافي يدوم مبلل. الله. ما دلل الوادم بعد، أنا لأريد أتدلل. من حقي. وما حد اليوفي بهالبشر، ما حد بليوفي بهالبشر، من كون تنط عيونك العشق صار بهالزمن يومين ويعوفونك. الله. الناس رغابت كحل، يا قلبي بدل لونك. يزعلون من تحكي الصدق، كذبوا خي يحبونك. كانوا يسألوكم علي وتجاوبون ان عشقه، جا هسه غيركم شنو وتعمديتوا الفرجه. معقولة كل ذاك العشق تمثيل وأنا مصدقة؟ كانوا يسألوكم علي؟ كانوا يسألوكم علي وتجاوبون إن عشقة، يا هسه غيركم شيني وتعمدية الفرقة. معقولة كل ذاك العشق تمثيل وأنا مصدقة؟ يا هو مثلي بهالبشر حب واحترام انطاكم، قاعد وذو موقف كنت لو له جواب طرواه. الله. ما أدري نيتكم لعب، كنت أعلنيتي وياك. الله. وسلامتك يا الله. الله الله يحفظك ويخليك ويعزك. الله الله الله. بصراحة القصائد اللي حضرتك تكتبها، نعم، يعني عن واقع لو مجرد خيال؟ لا، اكو يعني اكو قصائد واقع واكو من الخيال. يعني بيني وبينك الإحساس الصادق يوصل للقلب بسهولة. أكيد. أنا جاي أحس هواي واقعيات. نعم. المن تقول المن تقول شكرا؟ هواي بس يعني أكو أصدقاء أقدر يعني أتشكرهم لمواقفهم. مواقف نعم. إيجابية سلبية؟ إيجابية أكيد. شكراً إيجابية أكيد. لا مرة شكراً باب الاستهزاء. إيه يعني واضح، بس لا إن شاء الله من الإيجابية أكو. جميل. يعني أنا حقيقة أبو الأكبر، هسه أنت تفضلت وقلت أنا جاي أسولف وياك مقدم هسه. نعم. يعني أنا مثلاً أسولفك على عندي صديق علي المنصوري. الله يسلمك. عندي حجي فلاح، عندي صلاح أبو ليث. أنعم وأكرم. يعني هواي من الأصدقاء قال لهم شكراً. انا ارد اقرا الحج فلاح والابو ليث صلاح. يستاهلون والله يستاهلون. تقول هيك ابيات، تقول يلا عندك اخوان احنان هنيالك. الله. القرب على الموقف. نعم.
احذر على المسافة تقيس. الله. شالوا على المسافة الأقرب خيالك. الله الله. شالوا على المسافة الأقرب خيالك. ويخوك تعاركت. نعم. تنطق تطيق مغلوب. والله صحيح. يا دم الطلع ينعد الدمام. الله الله. الله يحفظ لك أصدقائك والله يحفظ. شكرا لك. الله يخليك ويعزك. الله يحفظك. أريد ناخذ قصيدة على ذوقك. ومن بعدها نختم ناخذ فاصل. أقرأ لك تقول قالوا وحكى بظهرك قلت بالزينة. قالوا حكى بظهرك قلت بالزينة. قالوا باعك وقلت احنا شارينه. قالوا زين مسك بالوجه رديت ترى النسيان نعمة وحكي ناسينه. حط عينه على غيري وجابوا البرهان. قالوا حجب ظهرك قلت بالزينة. قالوا باعك وقلت احنا شارينه. قالوا زين مسك بالوجه رديت ترى النسيان نعمة وحكي ناسينه. حط عينه على غيري ابو الاكبر وجابوا البرهان صور كذبت عيني وكذبت عيني. عين اللي باوع بيها. نعم. حط عينه على غيري وجابوا البرهان صور كذبت عيني وكذبت عيني. ذمني وجابوا التسجيل صورة وصوت. قلت مو ثوبة هذا انتم مملقنين. الله. قالوا مو تسامح هيك ذلة تصير. قلت البخت عامر ما انذلينه هذن اللي عددوهن بيك وعرفهن بس علا تعير قمت اكذبهن. هذن اللي عددوهن بيك وعرفهن بس علا تعير قمت اكذبهن. بالواقع خنتني وقلت يمكن طيف وانا عيوني اصلا ما مغمضهم. جرح البدن ينشف بس الحكايات داخل بالقلب ما لو حضمدهم. انا صورك كنت بلبوم ما حطهم حسبالي يغمك منه قلبهم. الله. كنت اعمى وشفت بس يا صدمتي البيك شو بس افتحتهم طحت من عدهم. انا صورك كنت بلبوم ما حطهم حسبالي يغمك منه قلبهم. كنت عم وشفت بس يا صدمت البيك شو بس افتحتهن طحت من عدهن. ما نرهم بعد محبس وشف مقطوع التقدير المشاعر كون نبعدهن. التسامح والعفو والطيب والمعروف احيانا ينزلن شين صاحبهن. لا شا غير التعظ. التسامح والعفو والطيب والمعروف احيانا ينزلن شين صاحبهن. شا غير التعظ واغمضهن من يفوت. لا راح التعظ وافتحهن من يفوت. واذا صدا علي صملح وترسم سلامتك. الله الله عليك. الله تقدر. نعم والله والله يطي قلبك. هي يطيني كافي. ها والله تعبني. والقلب اول قلب مرات هو يحفزك يقول لك عوف. نعم نوجعت من الصدمة. اي نعم نعم كافي. اي ناخذ فاصل. احبتنا مشاهدين قناة الايام فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناة الايام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم الى الجزء الاخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب والممتع حازم المشرف. انت الحبيب ابو الاكبر. حياك الله. الله يعزك. اسف اذا تعبتك او بالعكس بالعكس انت انا كلش متونس وياك. الله يسلمك. الله يخليك. شلونك بالدومنه؟ لا دومنه بطل الكون. صدق والله؟ ما انا بالدومنه الي وبس. يعني ما يعني ما خسران؟ لا. ها ابد. هاي اللي يلعبون دومنه خلي يلعبون يا حازم. واللي يغلب يجي يقول لي انا انشرها. ما حد اول الشامتين. لا لا ما راح يجيك واحد بعد. ماكو بطل الكون. يعني انا اذا 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 الخاسرين تقريبا 400 500 الف مره خسران. زين قوي. نعم. انت صلب؟ ابو الاكبر صلب. بس احيانا ويا الناس اللي احبهم اكون حنين. كل ساعه دمعه على الوجن. من عيني لجلك طايحة حسبالي فارقتك عمر ما كانها بس البارح. الله. يعني هذا إذا فارقني يوم الأحبة.
الله الله يخليك عزيز. الله الله تدور عني. الرجل عيب يتوشل؟ يعني هسه هذا انا عقلي يقول لي لا يعني لا توسل باي شخص باي شخص بس احيانا القلب يخليك تتوسل. هو هذا اللي حطم قراراتك. فدوى ردلي الدنيا خلصانه ومحمد لا تزيد ذنوبنا. فدوى ردلي الدنيا خلصانه ومحمد لا تزيد ذنوبنا. الزعل عوفة على صفحة الزلن لساني ولسانك شنه ذنب قلوبي. والله ما لهم ذنب. والله ما لهم ما لهم ذنب. والله ما لهم ذنب. فتتوسل أحيانا. ها أي. تتفق. نعم اتفق. دموع الرجال في بعض الأحيان تنزل. نعم. تحسها مثلبة؟ لا ليش؟ بالعكس أحيانا تكون شجاعة. من تبكي؟ نعم يشوف لك أسا يشوف لك موقف. آخر مرة باكي بصراحة. يعني بصراحة؟ أي. قبل 3 أيام. شنو كان الموضوع؟ موقف بسيط جدا، قعدت من النوم حلمت إنه ابني متوفي. الله يطول بعمرك. الله يعزك حبيبي. الله يطول بعمرك. قعدت حسيت يعني تخيلت الموضوع إذا صار جد شلون؟ أنت الأشياء اللي تريدها نعم تقاتل على مودها لو تستسلم. لا استسلم شلون؟ افا ايش صدق كذب بالاكبر شلون استسلم؟ اللي اريدها يعني قاتل حد الموت عليها. صدق والله انا راح اعطيك نموذج. عاشقك عاشقك حد الثماله. عاشقك حد الثماله وما له داعي الهوى بريتي ينتشر جله وشماله واللي يفكر ياخذك المن هاي بشرفه. والله العظيم هاي الها للي يعرف روحها اللي يعرف روحها. عاشقك حد الثماله وما له داعي الهوى بريت ينتشر جله وشماله واللي يفكر ياخذك يحسب حسابي مخبله ولازم لفاله. الله الله الله. عاشقك عشقي المعادي عاشقك عشقي لمآخذك بالقوه واقتل وروحي ما قل لها هيدي وما أثق بالقسمة ويعوضني الله لازم تنام على إيدي. أي نعم صدق والله ودعتك ولا لا يعني هسخ بعيدا عن الشعر. نعم. هذا حقيقة الحب صح. لا لا إنه هيك المشاعر لحد هاي المرحلة أكيد. الله أكيد. أنت ما تخلف بالوعد؟ لا ما أخلف بالوعد أكيد ما أخلف بالوعد. مستحيل مستحيل لأن هو اللي يخلف بالوعد أصلاً عنده ما كاملة رجولته ما كاملة شخصيته. هالله نعم راح نوصل للختام الحلقة بالمناسبة. ما أنا ما حسيت وياك. الله يسلمك. احكي لي بصراحة شنو شعر رأيك بالحلقة؟ يعني بالأكبر حلقة جميلة جداً بالنسبة لي وأتمنى تكون حلقة جميلة للمشاهدين. ايضا امنياتي بالله الكريم. الله يخليك ويعزك. الله بالله الكريم. حازم المشرفه ويا قصيده بعدك ما كاتبها. ما كاتبها قصيده الاب. توعد الناس؟ انا ما اعرف اكتب. لا ما اعرف اكتب. ما اعود ما اعرف اكتب على ابوي. الله يشهد الله. يا قصيده كتبتها وفرحت. هواي القصص من القصائد وحده على القمه. يعني اخو اكيد مثلا انا قصيده الام من اقرا الام اكون فخور وفرحان. وانا حبيتها جدا. الله يخليك الأمانة. الله يحفظك وراح اهديها لامي. فدوى العينك هذا شهاده. هاي شهاده وتحياتنا. اي والله خالتنا ام علي الله يعزها ويحفظها. اي بالله الله يعزك. يعني مستقبلا المستقبل القريب اقصد. نعم. راح نشوف حازم اكو اهتمام والله يا ابو الاكبر ان شاء الله تعالى. يعني انا مثل ما انت تعرف انا كنت منقطع فتره كلش طويله وارجع واقول واكرر كان الفضل والشكر لجنابك لانه لا انت لا بهاي الفتره بهاي الفتره انت تقول لي ارجع للوسط ارجع للوسط. يعني انت مسوي لي حافز كلش كبير وانا ممتن منك. الله يعزك. الله يسلمك. مدينه تتمنى تقرا بيها محافظه
يعني كل المحافظات. كل محافظة. يا محافظة ما قاربيها. ما قاربيها. يعني ديالة ما قاربيها. ها. أي يعني أغلب المحافظات الشمالية. جميل جميل زين. يا مهرجان كنت بي خايف. والله صراحة أبو الأكبر حتى أكون صادق وياك. أيه. ما خايف من المهرجان. ها. ما خايف خاصة المهرجان اللي تكون بي أنت على المنصة. ما أخاف منه أبد. والله بصراحة يعني ما أخفيك سر، أنا كل مهرجان أخاف منه، مو أخاف وأنا على المنصة، أخاف هاي مال والآن مع شاعر علي المنصوري هاي. هي 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 أنا ما عليك لو هي أنت مو خايف، خايف من بعدين طبعاً. إي مو خايف الآن. إي مو اللحظة. نعم. يعني أنت تخيالها أقول لك. الله يعزك الله يسلمك. لا أقصد هو يعني غالباً ما نعم تخاف على الأشياء الثمينة. ايش قد راح نسمع جديد ورا الحلقه؟ والله اذا الله وفقنا يعني انا اكون مستمر. ها يعني استمر ان شاء الله. راح انه تتواجد. مستمر ان شاء الله وراح اتواجد. جميل. وراح الدعوات تتقبلها ان شاء الله؟ اكيد. يعني مهرجانات وامسيات اكيد خو. اكيد. لطيف. أكيد. لطيف جدا لطيف جدا. شنو اليوم اللي يعاني منه الشاعر الشعبي؟ يعني هو المهرجان مثل ما تفضلت انت، المهرجانات، البرامج الشعريه، مرات من روحه يعاني اذا كان ظالم روحه وما يطلع مثلا ببرنامج او ما يطلع. لا اقصد اذا انت صاحب قرار. نعم. صاحب قرار بالدوله. طيب شنو توفر لشاعر الشعبي اليوم؟ الاماكن مهمه جدا للشعراء يعني. يعني احنا هواي عندنا اتحادات ومنتديات ظل بدون مكان ما عنده، لو يأجر لو يقعد مدرسة أغلب أكو بيهم. أكو دعم من الدولة للأدب الشعبي؟ أبد. إيش قد نسبة من 10؟ 0. ها. نعم. كانوا يعطون منحة، والمنحة هي حتى زحمة نذكرها للمشاهدين بالسنة. هاي أكو ناس لها علاقة بالشعر طبعا ومن الجمهور، أقصد أنا يعني بصورة عامة متفضل الجمهور، ويدعمون ويقيمون مهرجانات. وصلنا لختام الحلقة، أريد نقرأ قصيدة أنت تختم بها. تقدر تقول للجمهور أريدكم تسمعون هاي القصيدة؟ والله أقلهم أريدكم تسمعون هاي القصيدة. القصيدة تقول ما سامحك، لا تعتذر ما سامحك. بالصدفة مريت وشفت شف طعني مصافحك، وشمال أنا المستحي حسبالك أنا الجارحك. مو أنت اللي تقلي كنت أغفى على همس شفايفك، مو أنت اللي تقلي الصبح ما أشوف ذا ما شايفك. ما بيها ذرة من الصدق طلعت هذيك سوالفك، وما عاتبك العتب للي يسوى العتب، ما عاتبك يا سجن ظل بهندسك زعلت روازيني. ضيعتك وما اريد ابد واحد يدليني، مليتك وما اريدك، خلي الغريب يفيدك. مليتك وما اريدك، خلي الغريب يفيدك. خلصت عمرك تستلذ لما تأذيني. تاريخك بلون الشعر وانا طلعت شيبه، بس مثلك هوايه بشر ما جازوا الطيبه. تاريخك بلون الشعر. تاريخك بلون الشعر وانا طلعت شيبه، بس مثلك هوايه بشر ما جازوا الطيبه. طيب الله. انت اللي قطعت القسمه وبريني بس الذمه، وخل ننسى كل شيء المشترك ما بينك وبيني. قالوا لي شفناه وخربت ويا اللي يحاكيني، او وصلت وياي المساله خربت ويا عيني. نعم. يلا البشر يتندم ومن الغلط يتعلم، وانت اول واخر غلط مر علي بسنين. الله الله يحفظك يا ابو الله. الله الله عليك. الله طول عينك. حازم الطريق متعب.
يعني الوصول إلى الهدف أبو الأكبر نعم. أكيد يكون متعب، لكن لذة الوصول ترممك. الله يعني لذة النجاح. نعم حسنت زين. بصراحة أثناء الطريق أنا جاي أسولف على طريقك. طيب الطريق اللي مشيت به أو اللي جاي تمشي به حاليا نعم. بي عثرات؟ أكيد تكون أكو عثرات، بس إن شاء الله حتى من تعثر ما تظل قاعد، تقوم وتكمل طريقك. التفاؤل يعينك. نعم زين. هاي العثرات هم أشخاص ولا ظروف؟ لا ظروف، يعني أكثر شيء ظروف، وأكو أشخاص قليلين. قليلين جدا. نعم جيد. بالنسبة أنت من الناس اللي علاقتك طيبة مع الشعراء جميعا؟ ها يعني كل شعراء علاقتي بهم طيبة. جيد زين. إذا تريد تعاتب تعاتب منه؟ يعني حقيقة أبو الأكبر عاتب ذاتي على مثلا أنه مثلا أكو أشياء ما سويتها، أو إذا غلطان أنا بشخص وبحق شخص أعاتب روحي بالأول. جميل جميل. تقدر تعتذر للشخص لو ما عندك شخص؟ والله أعتذر مثل ما قلت لك، أعتذر لوالدتي. والدتي زعلانة علي أبو الأكبر. هاي الأبيات بالقصيدة حقيقيات. حقيقيات من أقول لك، قلت لك يعني أمي نتعارك وأزعل لكن العركة على مودي. الله هي على مودي يعني. شنو تقول لها؟ أقول لها الله إن شاء الله يطول لي بعمرك ويخليك خيمة، وأنت أمي وأم جهالي. الله يحفظها إن شاء الله. الله يخليك يا حبيبي. الله يحفظها. العلاقة بين الأم والابن حتى ما تحتاج وساطة. طبعا هي أكيد قبلت. هي أكيد طبعا. أكيد لا هي. شكرا للشجاعة. الله يخليك يا حبيبي. والله شكرا للشجاعة. فدوى العينك أبو الأكبر. شكرا لهاي الشجاعة. احنا للأمانة الشعر إلى علاقة جدا وطيدة بالجانب الإنساني. نعم لأنه يختص بالمشاعر وهذه التفاصيل. نعم حسنت. فيا ريت أنه تكون القصيدة مثل ما حضرتك، أنه تكون القصيدة هي معالجة للعلاقات، علاقة الأب بالابن، الأخ بالأصدقاء. هذه القصائد المعالجة أبو الأكبر أنا اشتغلت عليهن. أعرف جدا ونجحت فيهن أصلا. الله يخليك وعزيزي. نجحت فيهن. أكثر فيديو شقد عندك مشاهدات كان؟ يعني عندي يعني اليوتيوب 12 مليون، 10 مليون، 9 مليون، 7 مليون. نعم جيد جيد جيد. وهن كان من دعمك الخاص؟ اجتهاد فردي. أزيد وحدة تأذيت بها أعتقد مات الدكتور. الدكتور نعم سببت لي. شنو سببت لك؟ يعني الدكاترة من نزلت القصيدة. هو شنو كان الموضوع؟ الموضوع أنه شخص فقير وبته مريضة، فيريد يسوي لها عملية طوموعد يعني. زين هي ما تحمل وضعيتها على حسابك. حالة حرجة. حرجة. زين على حسابك أنه أنت ما عنده الإمكانية. إلى أن ماتت. أها. فكانت القصيدة هيك موضوعها. نقابة أطباء ميسان ونقابة أطباء ذيقار ونقابة أطباء المثنى أعتقد قاموا علي دعوة قضائية، لكن كان الموضوع رأي عام وجزاهم الله خير. الناس اللي احنا ما مقدمين له شيء حقيقة، اللي هم متفضلين علينا اليوم. الإنسان اللي يحبك وانت ما مقدم له شيء هذا متفضل عليك طبعا. فكانت لهم وقفة مشرفة وللشعراء وقفة مشرفة كانت. زين شنو يعني كان هاشتاج؟ لا لا هم النقابات شنو مشكلتهم وياك كانت؟ مشكلتهم انت سئت للأطباء ليش انا حكيت حالة حقيقية موجودة، ما عندي فلوس اموت مو؟ ها يعني هاي زعجتهم. هاي زعجتهم لا اكثر ولا اكثر. بس احنا يعني بصراحة حازم اكو جوانب مشرقة عدل. لا اكو بدليل يعني بدليل. انا اكو دكتور يعني اسف انا ما يحضرني اسمه. الدكتور ابو التنحيف يعني اعتقد دكتور واقف للناس وحالات انسانية عنده كل شيء هواي. جميل. نعم جميل جميل. وصلنا وياك لختام الحلقة. فدوى لعينك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لقصائدك. شكرا للحوار الجميل. شكرا للمتعة الجميلة. نشكر الكبير والأستاذ المخرج أبو آدم كل الحب والتقدير وجميع المصورين. وآخر كلمة لك تقولها للسيد المشاهد. أتمنى كنت ضيف خفيف ظل. وشكرا
لك ابو الاكبر على هاي الدعوه الجميله، وشكرا للسيد المخرج والاخوه المصورين، واتمنى تكون الحلقه تعجبكم. احبتنا مشاهدين قناه الايام، وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم مع الحبيب والمبدع حازم المشرفاوي، كان في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري، في امان الله.